أصدقائي المستمعين، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في رحلة جديدة نبحث فيها سويا عن لآلئ النغم. هبتدي معاكم بأغنية من أغاني سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم، من أبدع ما غنت السيدة أم كلثوم. الغنوة دي غنت سنة 59 في البرنامج الإذاعي الخالد رابع العدوي، برنامج من إخراج الإذاعي الكبير عثمان أباظة وتأليف أستاذنا وشاعرنا طاهر أبو فاشا. تسابق في هذا البرنامج العديد من عمالقة التلحين العربي، أستاذنا الأستاذ رياض الصنباطي الله يرحمه، والأستاذ كمال الطويل، والأستاذ محمد الموجي، كلهم قدموا أغنيات هذا البرنامج أو هذه الدراما الغنائية الإذاعية، وكلهم حاولوا يحققوا غناء شجي ومطرب ودرامي في نفس الوقت. هنسمع من هذا البرنامج، هنسمع أغنية حانت الأقدار. ليه حانت الأقدار بالذات؟ لأني بشوف في الحقيقة أنها مكتملة من الثلاث نواحي اللي اتكلمنا عليهم، من ناحية الكتابة، من ناحية الشعر يعني، ومن ناحية اللحن، ومن ناحية الأداء المتفوق والمتميز لسيدة الغناء العربي سيدة أم كلثوم. نمسك أسلوب كتابة أستاذنا طاهر أبو فاشا لهذه الأغنية، هنلاقي الآتي: أولا كاتب ثلاث مقاطع زي بعض بالضبط، نسمع واحد منهم مثلا: حانت الأقدار، عربدت فيها لياليها ودار النور والهوى صاحي. ده بيت بينتهي بالحاء يعني صاحي، القافية حي. نعدهم سوا بقى: حانت الأقدار واحد، عربدت فيها اتنين، لياليها تلاتة، ودار النور أربعة، والهوى صاحي. خمس وحدات، خمس أجزاء يتكون منها هذا البيت. البيت اللي قصاده بالضبط: هذه الأزهار واحد، كيف تسقيها اتنين، وساقيها تلاتة، بها مخمور أربعة، كيف يا صاحي. وطبعا صاحي وصاحي هنا فيهم جناس لأنهم نفس الحروف ولكن معناهم يختلف، والهوى صاحي يعني يقظ، وكيف يا صاحي اللي هي اختصار لكلمة يا صاحبي. استعمل الأستاذ طاهر أبو فاشا هذا الأسلوب ثلاث مرات. طبعا هذه التقطيعات الجزيئات الخمسة داخل البيت الواحد بنشوفها في الموشحات، في كتابة الموشح، وهو الأمر اللي استغله الأستاذ محمد الموجي وده هنتكلم عنه دلوقتي. هنشوف المرة التانية اللي استعمل فيها الأستاذ طاهر أبو فاشا باقتدار نفس الأسلوب في التقطيع. قال: أيكة الأطيار في أغانيها اثنين، لشاديها ثلاثة، على الأغصان أربعة، فورة الراحي ادي خمسة. يا غريب الدار ده رده واحد، مل بنا فيها اتنين، نناجيها تلاتة، مع الندمان اربعة، واترك اللاحي. وبرضو نفس الحركة، عمل القافيتين مع اختلاف واحد في الروي اللي هو احد حروف القافية، الراحي واللاحي. الراحي هو الكأس، اللاحي هو اللائم. طبعا حسب لكم البيت المرة الثالثة اللي استعملها الأستاذ طاهر أبو فاشا علشان انتوا شخصيا تقولوا هو عمل ايه، لكن هو ده الأسلوب. استعمل طبعا كل أساليب المحسنات البديعية زي ما شفنا احنا الجناس، زي ما حنشوف طباقات ما بين أشياء متناقضة كتير، يعني مثلا حنلاقي الصحو والسكر واللهو والجد وهكذا. نلاقي كمان الأستاذ الموجي بقى استغل هذا الأمر أروع استغلال. أولا بدأ اللحن من مقام الكرد. مقام الكرد هيستضيفنا كتير في حياتنا في هذا البرنامج، هنلاقيه كتير قوي معانا لأنه مقام زي ما قلنا شديد الحساسية وشديد الاقتراب من المقامات الأخرى المجاورة له. بدأ من مقام الكرد وبدأ بآلات كلها تنقر. آلات الكمان بتلعب بطريقة البيتسيكاتو، طريقة البيتسيكاتو يعني من غير استعمال الأوس، بتنقر بتصدر صوت ناقر. واستعمل آلة من آلات التوقيع، هي آلة المثلث اللي بنشوفها في مدارسنا دي، عبارة عن حديدتين، حديدة مثلثة وحديدة تانية بتخبط فيها. سيدة أم كلثوم ما كانتش بتستعمل الحاجات دي، لكن لتحقيق هدف معين وتأثير درامي معين استعملوا آلة المثلث وادوها دور رئيسي جدا في هذا العمل. طب ايه فايدة المثلث؟ فايدته
إشاعة جو من البهجة وخلق جو يشبه جو الحانات، جو تطريبي، جو مبتهج كده يعني. يعني ده كان الهدف من وراء وضع المثلث اللي بيعمل تلت 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 ده. الأستاذ الموجي استعمل رتم اسمه المصمود الصغير، تم 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 رتتك تك تم رتتك كده هو. وممكن يسموه في هذه الحالة كمان ملفوف، بس طريقة العزف هي الحقيقة اللي بتخلينا نحكم، لأن الاتنين من ميزان واحد هي اللي بتخلينا نحكم ده أي نوع من أنواع الريتم. تعالوا نسمع المقدمة الموسيقية سوا. بعد كده بيدخل الكورال بيقول التفعيلات اللي كنا اتكلمنا عنها، نسمعها ونشوف الفرق بينها وبين التفعيلات اللي زيها بعد كده. حالة الأخضار عربدت فيها تاليها وطار النور والهوى صاحي، هذه الأخضار كيف تسقيها وساقيها إذا مخمور، كيف يا صاحي؟ حالة الأخضار عربدت فيها ليالينا وطار النور والهوى صاحي، هذه الأخضار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور، كيف يا صاحي؟ سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع ندام الجوى، سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع ندام الجوى، سألت عن الحب الهوى سقاط الدموع ندام الجوى، سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع ندام الجوى، فقالوا حنانك من شكوي ومن ومن كذبك أولى غوي، ومن كدر الليل أو صفوي سلي الطير إن شئت عن شدوي، ففي شدوي لمسات الهوى وبرق الحليل وشرح الجوى. ثم نأتي للجزء الثاني للتفعيلة الثانية اللي حركت الملحن أستاذ محمد الموجي لمقام آخر هو مقام الرست، وتفعيلة نغمية أو رتم آخر بدل المصمود الصغير اللي كنا قلنا عليه إلى رتم الفالس. الفالس رتم ذو ثلاث وحدات بيمشي 1 2 3 1 2 3 أو دم تك تك دم تك تك. هذا الفالس هنا بنلاحظ فيه نفس التفعيلة الشعرية زي ما قلنا، بنلاحظ استعمال عازف الرق للشخاليل النحاس بتاع الرق،
برضو إمعانا في الجو التطريبي السابق الذكر اللي حكينا عنه. بعد كده بتغني الست أم كلثوم بتغني من مقام السيكا. احنا قلنا انه الكرد قريب من فصيلة مقامات عديدة جدا جنبه، علشان كده سهل على الملحن الحركة منه وإليه. بتغني الست أم كلثوم على واحدة واحدة كبيرة شوية، كبيرة يعني بتقول واحد اتنين واحد اتنين، ده بيخلي المغني يتمطع يتفرد ياخد حريته ياخد راحته في الأداء. نسمع الجزء الثاني اللي بادي من التفعيلة الشعرية ذات الخمسة أجزاء، واستمرارا لغناء الست أم كلثوم وحتى الجزء الثالث. وننطلق للجزء الثالث برضو مع الكورال. زي ما احنا ملاحظين التقسيمات، وكأنما على رأي الأستاذ الموجي اللي قال لي انه كأنه كان بيعمل ثلاث موشحات مستقلة لكن ربطهم مع بعض. الجزء الثالث الريتم مختلف للمرة الثالثة، بيستعمل الأستاذ الموجي هنا ريتم اسمه الدارج. الدارج بيعمل ازاي؟ تم ترك تك تك تم ترك تك تك، هو برضو أحد الأرتام أو أحد الإيقاعات ثلاثية التركيب، يعني لو عديناهم نلاقيهم واحد اثنين ثلاثة تم ترك تك تك. مع دخول الكورال بنكون الجزء اللي فاتت قفل على مقام جديد علينا هو مقام الحجاز. إذن احنا سمعنا في الغنوة دي مقام الكرد ومقام الرصد ومقام السيكة مقام الحجاز، وده يورينا كم نقلة في هذه الغنوة. في هذه الغنوة بتبان روعة أداء السيدة أم كلثوم في هذا الجزء من الأغنية، بقى سخنت خلاص بقى وتسلطنت. الجزء اللي فوق قوتها كلها طالعة، كل ما نعلمه من عرب ومن حليات حطاه الست أم كلثوم في هذا الجزء. طبعا ناهيكم عن الأجزاء اللي قبل منه، لكن هنا متبروز جدا. هنلاقي التريلات اللي هي تا نوت غير ثابتة متأرجحة، هنلاقي الدوائر اللي هي نوت بتلف حوالين بعضها، هنلاقي الإيكو اللي الأستاذ عبد الوهاب طلب مني أسميه الإيكو، وهو تعريض الصوت وإخراجه من الصدر
بكل قوته، بحيث انه المغني يعمل لنفسه نوع من الايكو الطبيعي، هنلاقي اعادات لنفس الكلمة يمكن بتعيدها 3 و4 مرات، لكن ما فيش مرة واحدة تطابق المرة اللي قبلها. أسيبكم تستمتعوا مع الجزء الأخير من حانة الأقدار. الله 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 الله. وبالعودة إلى مقام الكرد اللي بدأ منه، بيقفل الأستاذ محمد الموجي أغنيته البديعة حانة الأقدار. طبعا أرجو ألا نتصور أنه حانة الأقدار تلك حانة وصهباء وكاسات وحاجات، مفيش كلام بشكل ده. كل ده رموز صوفية، وكأنما كانت تؤهل رابعة العدوية عن طريق الانغماس في المتعة الدنيوية المختلفة إلى أن تصبح شهيدة العشق الإلهي. كل دي رموز صوفية بالقطع يعني.